نعم غريزمان استعاد دور البطولة في المنتخب الفرنسي، يقدم نفسه بشكل رائع، مستبسل في الدفاع، يقدم كرات إلى الهجوم، يعرف متى يراوغ، متى يسدد، متى يعود إلى الوراء، متى يهاجم. غريزمان ببساطة أعاد إحياء نفسه في هذا المونديال. صحيح، لأنه تعرض للعديد من المشكلات في الآونة الأخيرة حتى في أتلتيكو مدريد. نعم. لكن بطبيعة الحال هو اليوم لاعب يلعب بمزاج عالي جدا. نعم. يلعب بمزاج، تشعر بأنه دائما عندما يستلم الكرة في كل لحظة تشعره بأنه مرتاح، يترقب، يشاهد، يمرر عند يعني عند الوقت المناسب. أعتقد أنه من اللاعبين المهمين للمنتخب الفرنسي في هذه النسخة، يعني قد يكون كلمة السر في منتصف الملعب. وبصراحة يعني المنتخب الفرنسي بعيدا عن رباعي الرعب الذي تكلمت عنه، هو يبدو منتخبا متكاملا، ولو لم يكن كذلك لما استطاع إقصاء الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي واحد من أفضل المنتخبات بتاريخ الكرة الإنجليزية، لكن حتى القادمون من الخلف يشكلون خطرا داهما على المنتخبات. صحيح. الأخرى تحدث. صحيح. عن تشواميني، عن رابيو، عن الأذرع الهجومية للمنتخب الفرنسي، ومن وراء الجميع كوندي والثور هيرنانديز الذي يصعد، ومن وراء الجميع كانوا في الكرات العرضية، ومن وراء الجميع حارس متمكن، يعني صحيح. الحارس اللي عنده 8 كلين شيت في كأس العالم نوريس، يعني أحد الأبطال. نعم. السابقين. خطة منتخب فرنسي حاجة يعني أحسن، كلهم الدفاع كلهم هجوم، من تكون كرة يعني يهاجموا كل يعني تقريبا 6 الهجوم زائد وسط الميدان 6-7 لاعبين، هذا هو الحاجة المليحة في المنتخب الفرنسي. نعم. يقول المثل رب ضارة نافعة، مصائب قوم عند قوم فوائد. أتحدث عن بنزيما وجيرو. جيرو لم يكن مرشحا للعب كأساسي لولا أن أصيب بنزيما، لكن جيرو لحد الآن يثبت نفسه كواحد من أخطر المهاجمين في هذا المونديال، مسجل 4 أهداف، يمكن أن يفوز بلقب الهداف لأنه بعيد بهدف واحد فقط عن ليونيل ميسي وكيليان مبابي. جيرو منذ بداية الموسم أيضا يتألق مع أي سي ميلان، هذا اللاعب الذي لم يسجل أي هدف في 2018 عاد وأبهرنا في 2022. يعني المشاركة ما كانش يشارك في التصفيات. صحيح. يعني في التصفيات الله يعلم كان ميسي. نعم. يعني مريض وممكن، وكان ربما لن يستدعى حتى للمشاركة في المونديال، كان خائفا على منصبه، ولكنه سجل الكثير من الأهداف مع ميلان شفعت له بدعوة ديشان. يعني بكل صراحه يعني الحظ كان معه، يعني كما شفنا في التصفيات ما كانش كان غايب. حتى الميلان في الفريق تاعو ما شفناش، ولكن في المونديال تبارك الله برهن بلي هداف يعني طال. يعني واخطر داخل الصندوق الاخضر. أيوة. خطر جدا داخل منطقه العمليات، عكس بنزيما الذي يحب المشاركه في اللعب، يحب المجيء من الخلف. يعني كما يقول لك ان فرونسي يعني باللغه الفرنسيه هو الفينيسير، هو اللي راك تشوف الاهداف تاعو كلها تمريره واحده، يعني باس داخل في الشبك. هذا هو الاهم في فريق كبير. لما نسمع بانه جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا وتجاوز تيري اونري، يبدو هذا الوصف ثقيلا على جيرو، أليس كذلك؟ لا أعتقد ذلك، بما أنه وصل إلى هذا العدد من الأهداف. كذلك يجب الإشادة باللاعبين الموجودين حوالي جيرو. نعلم أن جيرو هو لاعب رأس الحربة الصريح. ليس كغريزمان. ليش غريزمان لم يتألق في أتلتيكو مدريد؟ لأن الوظيفة التي لديه في المنتخب الفرنسي تختلف عن الوظيفة التي مع أتلتيكو مدريد. ففي المنتخب الفرنسي لديك غريزمان واحد يلعب حر، يعني شوف هذا غريزمان الذي يمتاز هجومياً ودفاع، يشتغل كثيرا من ناحية الدفاعية ويساعد وسط الميدان بشكل كبير. كذلك جيرو يعرف يتمركز في منطقة صندوق كما أنت تفضلت. لا تنسى أنه عندك لاعبين رواق، يعني بطراز ديمبلي وكذلك مبابي بسرعاتهم ومهاراتهم، فبالتأكيد جيرو يسجل أهداف كما كان بنزيما يسجل أهداف. فأعتقد أي لاعب رأس حربة صريح لديه الإمكانيات مع الثلاثي الرعب مبابي ديمبلي وغريزمان قد يسجل أهداف، وقد يسجل أهداف أخرى جيرو نظرا لإمكانيات المنتخب الفرنسي الموجودة. نعم. سواء في وسط الميدان وحتى في الدفاع الذي تألق بشكل. نعم. كبير طبعا
اليوم جيرو هو يعني ورقة رابحة يعني فاجأتنا بصراحة في 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 كأس العالم، هي ورقة مفاجئة لأنه اللاعب ليس لكن ليس صغيرا بالسن. ألا يلبس ثوبا أكبر منه، ثوب الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي؟ لما تسمع لما تقارن تسمع تيري أونري أوكي، يعني تيري أونري اسم كبير في عالم كرة القدم الفرنسية، لكن جيرو مع احترامي الشديد له يعني ليس اسما كبيرا أو لامعا، حتى أن حضور بنزيما كان سيمنعه من اللعب أساسيا. هذا الأمر بصراحة ليس شرطا عبر التاريخ، يعني هناك العديد من اللاعبين هم هدافون تاريخيون لدولهم لكن ليسوا بأفضل حال من اللاعبين آخرين، هذا الأمر معروف يعني هذا يلعب دورا. يعني يعني اليوم نحن بنشوف يعني ليس هناك ضرورة للمقارنات، يعني لا أعتقد أن هناك لاعبا جزائريا أهم من أخضر بلومي ليكون الهداف التاريخي، أعتقد 29 هدفا 34 رقم الهداف الدولي 34 يعني هدف عندي أنا ولا عند الفي في اتحاد الفيفا 29 ما أعتقد 29 لأن لعب المباراة الودية ما لحقت الفيفا. نعم لكن هدافكم تسوى 36 ما لا 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 سليماني سليماني سبقوا نعم سبقوا في الأشهر. أنا عند هنا كم سمح لي هناك مثال حي على عيد المقارنة هاي مال جيرو، فنتذكر في 74 جيرد مولر مش هو الهداف؟ صحيح. هل يمتاز بنفس الإمكانيات وقوت المهية كنتزر في تلك الفترة؟ نعم. أو أوفرات؟ فصحيح لأن الهداف هو هداف، يعرف يتمركز يعرف يأخذ المكان ويسجل يعمل على الفينش فقط يلعب على الفينش، لكن بوجود زملاء على مستوى عالي طبعا. لكن 74 هو الهداف المونديال كان لاتو، لكن هو هداف ألمانيا طبيعة الحال، هو الهداف التاريخي ذاك الوقت مثل ما تفضل الكابتن. هو هداف مونديال 70 بطبيعة الحال. اليوم نحن نتحدث عن عديد اللاعبين، هو اليوم في عنا ميراسلاف كلوزي، لا أعتقد أن ميراسلاف كلوزي اللي هو الهداف التاريخي أهم من جيرد مولر. نعم. نظير العدد القليل من المباريات الدولية التي لعبها جيرد مولر. جيرد مولر عدد مبارياته 68 تقريبا، سجل فيها 63 هدفا، فارق كبير ما بين. نعم. كلوزي الذي. نعم. بلغ المرام اعتقد ب 71 هدفا. نعم. لكن بعدد مباريات فاق 100 بكثير. اريد ان نتحدث قليلا عن ديمبلي الذي يعتبر في هذا المونديال الاقل تاثيرا بين هذا الرباعي الخطير، لماذا؟ اول شيء هناك منافسين. نعم. هناك مدربين منافسين يدرسون خطة المنافس، فخطورة ديمبلي أكيد كل مدرب منافس يعمل خطة على إيقافه، لأن أي مدرب لديه يجب أن يوقف ديمبلي ويجب أن يوقف مبابي في الجهة المثلية. نعم. فأعتقد أن ديمبلي وبتواجد غريزمان وتواجد جيرو فلا يستلم كرات كثيرة حتى يعني حتى يبرز بنفس الشكل غريزمان أو مبابي، فهو يعني قلوا ضحية عدم تموين كور عديدة، وكذلك أحيانا مراقبة لصيقة، فبالتأكيد صعب عليك المأمورية. رغم هذا فشفنا في بعض الحالات لما يكون واحد ضد واحد يعني يبرز مهاراته ويعطي كور حاسمة حتى جديره استفاد منها سواء من عند ديمبلي أو من عند مبابي. زيادة. نعم. على الكلام اللي قاله ناصر ديمبلي أنا يظهر لي على حسب الخبرة وكل شيء ما عندوش الحظ يعني مع فريق الوطني الإصابة. يعني يعمل كل شيء مثل اللاعبين ولكن تسجيل أهداف أو تمريرات. نعم. ما يعني العام الماضي في برشلونة قالوا عنه بأنه لاعب ساندويتشات، بأنه لا يحترم النظام الغذائي، قالوا بأنه غير ملتزم أيضا، لا يسهر كثيرا، لا ينام مبكرا، يحضر إلى التدريبات متأخرا، يعني شواهد كثيرة حول هذا اللاعب. ربما زواجه هو الذي أعاده إلى الطريق الصحيح، شاهدناه يتحسن بعد الزواج. الزواج يساعد كثيرا لاعب كرة القدم الأخضر بدون شك، خاصة المعنويات يعني يفكر وعنده عائلة إلى آخره، ولكن ما يسجل هذا الصوالح سل الملعب يعني ميدان وليس ميدان وليس هنا يظهر لي كلاعب كما قلت لك خبرة وقادمة، يظهر لي الحظ. نعم. ما شمعه. نعم.